والمزيد حول سير العملية الانتخابية في الخارج يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات إليك باسم تحياتي إليك من الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا من غرفة العمليات بالهيئة وذلك للمتابعة لحظيه لمجريات عمليات الاقتراع والتصويت على مستوى العالم طبعا نعرف ان عمليات الاقتراع وفقا لفروق التوقيت تجري في توقيتات شتى ولذلك هنا غرفه العمليات منعقده على مدار الساعه المتابعة اللحظية لمستجدات عملية الإدلاء بالأصوات حول العالم وللمزيد معنا السيد المستشار أحمد بن داري المدير التنفيذي للجهاز للهيئة الوطنية للانتخابات بنرحب بحضرتك يا فندم شكرا لحضرتك يا فندم يا فندم واحنا في تاني ايام التصويت في الانتخابات للمصريين بالخارج يعني محتاجين نعرف أكثر عن ابرز ملامح هذا اليوم بعد ما حضرتك تواصلت مع الساده السفراء والقناص حول العالم. هو بالفعل احنا متواصلين مع كل الرؤساء اللي جانوا هم السادة السفراء الدبلوماسيين على مدار ال 24 ساعة نظرا للتوقيتات وفروق التوقيت في كل دولة فيعتبر ان احنا منعقدين او اللجان كلها منعقدة خلال ال 24 ساعة وزي ما حضرتك شايف كده في اول الاول اليوم وكان في كثافات وتاني يوم في كثافات اعلى واضح جدا يعني ان فعلا فكره الاجازه كانت لها تاثير ولكن في اقبال ملحوظ في كافه المقرات احنا متواصلين مع الساده السفره يعني بنطلع على كل الامور لو في اي مشكله فنيه بنتدخل حضرتك كنت نوهت على ان جواز السفر لابد ان يكون ساري ولكن هناك استثناء بخصوص الرقم القومي لا هو القانون الاوجب ان يكون جواز السفر ساري الصلاحية أما بالنسبة لبطاقة الرقم القومي ما استوجبش أن تكون صلح يعني سارية الصلاحية ولو كانت منتهية يجوز له حق الإدلاء بصوته بالبطاقة أخيرا هل حدث أي نوع من أنواع المشاكل أو المعوقات الفنية أمام أي سفارة أو قنصلية؟ لا ما فيش أي معوقات حصلت بالعكس ده كان في كل التيسيرات السادة السفراء قائمين بالعمل كما ينبغي بنيسر الإجراءات لكافة المواطنين في اي مشكله بتواجه اي سفير بيحصل اتصال مباشر وبنحلها على طول وبنمكن كل المقيمين في الخارج اللي لا بصوتهم مباشر حقوقهم السياسيه جدا شكرا شكرا كما سمعنا وراينا كان معنا المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئه الوطنيه للانتخابات وهنا في غرفه عمليات الهيئه التي تعقد بشكل لحظي للمتابعه اللحظيه لعمليات الاقتراع حول العالم في كل السفارات والقنصليات حول العالم، هذه كانت ابرز الامور التي حدثت حتى وقتنا هذه في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسيه 2024 للمصريين بالخارج. اليك.